كان عندك وقت اتصلت مع وستام حكيت عليهم قبل، علاش اخترت مشيت لدبي وقتها؟ انا شوف الفلوس شنو نعطيك حاجه، انا 2003 جانفي 2003 مشيت لوستام عملت تيست بخمس ايام قعدت غادي. نتذكر وقتها وستام فيها فريدريك كانوتي، عملت معهم خمس ايام. وقت نتذكر لونتونر اسمه جلان رودر، وقتها وستهام تلعب على المانتيان، تحب مازالوا ما يعرفوش بعضهم، مازالوا ما يعرفوش اش كي يقعدوا ولا تيح. وقتها قال نحن ما نجموش ناخذوه ديريكت، ناخذوه بري 6 شهور افيك اوبسيون داشا تيست، معناها 6 شهور شنو نقدر نكور معاه بري تيست معناها ولا اي. وقتها بالحق نتذكر سليم شبوب قال لي تاخذوه، فهمتني؟ انا يتخذوه يرجع لجمعيته. كمان وقتها وستام جانفي 2003 جوان جيت بولتون. نتذكر انا فاز عادي وقتها مازال لا لا ما في وقت. شوف باش نعطيك حاجه، بولتون من وقتها اللي عادي مازال لمورد الملكي مازال اول واحد جاه لوفر نتاع حكايه بولتون على زيتون. انا وقتها نتذكر في سويسرا، كان نتذكر قبل الكوب دافريك عملنا ستاج كيب ناسيونال في سويسرا. جي للبيت سامالا دايز قاعد يحكي معايا، هو يرني في بولتون اعطاه معناها قديش لوفر نتاع جوار افريكا قديش يسوى في الوقت هذاك، فهمتني؟ مليون دو دولار وقتها، فهمتني؟ وقتها ستيم شبوب قال لي جوار نتاعي ولا نتاع جوار نتاعي اليوم انا اكثر علي زيتوني اليوم 3 مليون دو دولار، فهمتني؟ هذاك صار هو تو ما ياخذوش 3 مليون دو دولار هو ليه وقتها وقتها بالرسمي معناها في تونس في الاسبيرونس خاصه في تونس فما جواريات بالحق معناها وقتها هو يظهر لي ستيم شبوب يعرف شنو هي تسوى قيمه الجوار نتاعو. علاش؟ خاطر باش نعطيك حاجه توا في جمعيات في اغلب الجمعيات اليوم مثلا كي يبدا جوار عنده اوفر واحد يقول لك نجم يدخل اون نيكوسيسيون معاه، اما كي يبداو عنده برشا جمعيات تحب على الجوار هذاك بيان سور باش يطلع الفالور نتاعه. حرمك من الفرصه تمشي بريمير ليغ؟ مش حرمني، مي حب وقتها ينفع الاسبيرونس وين نعمل كارير باهي معناها، فهمتني؟ خاطر هو وقتها يمكن سليم شبوب يشوف فيا اللي 3 مليون دولار هذاك الفالور نتاعي معناها، فهمتني؟ ما تلوموش علاش باش نلوم؟ علاش باش نلوم؟ خاطر الحمد لله معناها اليوم بعد هو شوف باش نعطيك حاجه معناها جات فرص ما يلزمش ندموا عليها.